20 بدأ التقدم للمرحلة الأولى لمدة 5 أيام، انتهت في 1/8. النهاردة 3/8 بنعلن نتيجة التنسيق. خلوا بالكم من الفترات الزمنية. السنة اللي فاتت نتيجة الثانوية العامة أعلنت 17، السنة دي 25، الظروف اللي كلنا عارفين مرت بيها امتحانات الثانوية العامة. ومع ذلك العام الماضي أعلنت المرحلة الأولى يوم 1/8، السنة دي يوم 3/8. يعني لحقوا بعضهم، مش متأخرين. وده بيهمنا علشان مش بس المهتمين بالتخصص الدقيق بتاع الدكتور أحمد زويل اللي كانوا متابعين الإنجازات، ولكن المهتمين بالبحث العلمي كله، لأن الموضوع يتعلق بالفكر اللي وراء البحث وليست نتائج البحث. الفكر اللي كانت بتؤكد على قيمة العمل الجماعي، على قيمة العمل الجاد، على قيمة التجويد في العمل، لأن كلما ازدادت دقته وتفاصيله واشتغلنا في فريق كبير يضم تخصصات عديدة مع بعض، كلما كانت القيمة العلمية الناتجة عن البحث أكبر وأعمق ولها تأثير حقيقي.